FM. الكلمة ليك. نحن نتعامل مع جميع الإخوان وخاصة مع الدول العربية لأننا في أزمة. سامحني سيد أحمد، الإخوان تقصد بها جميعهم الدول الصديقة؟ الإخوان خاطر مش الإخوان المسلمين، الأخوة مش هتسمعوا فينا. نحن نتعامل معهم على قدم المساواة وباحترام متبادل. كونه فما طلبات وضغوطات، هذه طبيعة السياسة، هي هذه. نحن نضغط على غيرنا وغيرنا يضغط علينا، هذه السياسة، هذه الدبلوماسية اللي كل حد يسعى إلى دعم الخط اللي فيه المصالح السامية متاعه. لكن كونه فما شروط، هذه خارج على التقاليد التونسية. نحن لا ندخل تحت أي شرط. عندنا تحفظات مع من يدعم الأحزاب السياسية مهما كانت، عنا تحفظات. نحن نفضل أن يدعموا الدولة مش يدعموا الأحزاب السياسية. من سوء الحظ قطر عندها هالميل هذا، مش هي برك، لكن قطر تمول حزب النهضة، مولدته قبل الانتخابات وقعدت تمول فيه بعد الانتخابات، وهذا يحرجنا. لكن ما هيش حجة متاع قطيع. علاش؟ لأن بالنسبة للدولة حزب النهضة عندنا معاه قاعدة للتعامل، فهمت، وهي احترام أركان الدستور التونسي والمبادئ اللي أدرجناها في الدستور. ما دام يحترم ذلك ما عندناش مؤاخذة. الكلمة ليك.